يقول السائل: رجل عليه دين وله سيارة، هل يجوز لي دفع الزكاة له؟ إذا كان عليه دين مطالب به وليس عنده ما يسدد، إذا كان مطالبا بالدين وليس عنده ما يسدد، فتعطيه من الزكاة لأنه من الغارمين، والله جل وعلا ذكر الغارمين في مصارف الزكاة، وهم على قسمين: غارم لنفسه وهو المدين، وغارم لغيره وهو المتحمل لإصلاح ذات البين. نعم.